الله كل عام وانتم بألف ألف خير. ولهذه المناسبة اليوم موضوعنا غادي يكون على كيفية اختيار أضحية العيد. لهذا الموضوع اليوم غادي يكون رفقة أستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. فصباح الخير وعشرك مبروك أستاذ محمد الحليمي. تحية لك اختي عفاف، تحية فريق العمل، تحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. وكنقولوا عواش مبروك المغاربة إن شاء الله بالصحة والسلامة إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد الحليمي. وهي فرصة باش نقول لكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا اليوم غادي يكون من الرقم 5080 رهن الإشارة. كنذكركم أنه ما عليكم إلا تكتبوا كلمة صحة SHA كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080 ثمن الإس إم إس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. طيب هذا الأسبوع ودائما أستاذ محمد الحلمي معروف انه بزاف ديال الناس كيختاروا انه الاسبوع الاخير او الايام الاخيره لما كيبغي يقرب العيد ديال الاضحى عاد الناس كيجيبوا الاضحيه ديال العيد للدار ديالهم. كاين الناس لانه المساحه ولا الضيق كيكون عندهم في الدار، كاين الناس كذلك اللي ما كيبغوش ديك الروينه كيف ما كنسميوها ديال الاضحيه ديال العيد. فلذلك معروف لانه هذا الاسبوع بزاف ديال الناس غادي يمشوا باش يشريوا الاضحيه ديال العيد. فهنا الاختيار ديال الاستاذ محمد الحلمي في البدايه شنو هي اولى النقاط ولا النصائح اللي نعطيو للمستمعين الكرام فيما يخص اختيار الأضحية ديال العيد؟ نعم، هو بالنسبة لاختيار الأضحية هي مرحلة حاسمة بالنسبة للفترة ديال العيد، هي مرحلة حاسمة. غير بغيت نشير واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، وأن بالنسبة للمغاربة ما يكونش هناك واحد القلق، ما يكونش هناك إنسان كما كنقولوا بالدارجة إنسان ما يكلفش على راسه. ماشي فهمتي، ما يكونش هناك يعني هذه أضحية لله سبحانه وتعالى، إنسان ما يكلفش على راسه ويشري على قد المستطاع ديالو ويشري تكون اختيار الأضحية تكون اختيارات جيدة، يكون عنده الناس اللي غيمشيو يشريو الأضحية يكون عندهم بعض المعلومات اللي يكونوا عارفينها. ألوغ بالنسبة علاش باش نقول هذه المسألة، لأنه للأسف كيكثر شوية ديال الغش بعض المرات، كيكون الناس كيغشوا في هذه المسائل هذه. والغش دائما وجد في قديم الزمان وموجود وسيبقى الى ان يقوم تقوم الدنيا ومن عليها. الوغ بالنسبه لمساله الكبش، هو الله سبحانه وتعالى علاش اختار الكبش يعني الخروف؟ هو اختيار فيه حكمه. هما الانعام كاينين، الانعام كاينين اربعه يعني اربعه الانعام، كاين الغنم وباقول يعني بالترتيب بالاهميه ديالو، كاين الغنم وكاين الابل وكاين الماعز وكاين البقر. يعني احسن جوده هي الغنم باش الناس يعرفوا، لان شحال من واحد كيسحابوا بان لحم الابقر هي احسن جوده، احسن جوده هي لحم الغنم ولحم الكبش. ولو ضيعه الله سبحانه وتعالى لما اختار الكبش ماشي غير عبث، وبالتالي احسن جوده هي جوده الغنم. هادشي علاش الله سبحانه وتعالى يعني من الاحسن تكون 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 الخروف ولا. وغادي نشوفوا حتى الجنس الذكر يعني الخروف كما كنقولوا حنا خروف ماشي علاش، لان مساله الانثى وجدت للتكاثر، وجدت يعني كتكون بعض الناس كيقول لك انا كنذبح كنلقى مثلا كنلقى ذاك الاضحيه كتكون يعني كنسميوها حنا بالدارجه كتكون عشره، يعني كتكون كتسنى واحد المولود يعني نسبيا كتكون شويه. اما اللحم تقريبا اللحم الجوده كاين اختلافات اللي هي بسيطه ولكن نفس تقريبا نفس الجوده. غير الاختيار ديال الكبش يكون من الاحسن، لان الكبش بالنسبه نخليو الغنم ولا اللحم ديال الغنم يكون من التكاثر. الوغ بالنسبه الجوده والاختيار، اولا اختيارات كاينه بالنسبه للجوده، يعني كاينه الشروط اللي هي شرعيه اللي كلشي كيعرفها، بحال مثلا يجب ان تكون من الانعام، يجب ان تكون ما فيهاش واحد العيوب، يجب ان تكون الملك ديالك يعني شاريها بالفلوس ديالك، ما تكونش مرهونه، ولو الاضحيه ولا الطريقه ديال التضحيه تكون في الوقت الشرعي ديال يعني هذه مسائل شرعيه. حنا اللي كيهمنا هذه المسائل هذه كيعرفوها الناس، كيعرفوها يعني المسائل مسلم، رجل مسلم، اسره مسلمه، مجتمع مسلم، كنعرفوا هذه المسائل والصغار والكبار. الجميل ان الناس كنعطيو واحد التربيه الشرعيه بالنسبه لهذه المسائل هذه. غير هذه الشروط شرعيه، الشروط الصحيه. الشروط الصحيه كاين شروط ما بعد الذبيحه، وان شاء الله هي اللي غادي نتحدثوا عليها في الاسبوع المقبل، هي شروط ما بعد الذبيحه وشنو الانسان خاصو يدير، والشروط ما قبل الذبيحه.
الشروط ما قبل الذبيحه وكاينه واحد الشروط اللي كتكون فاصله هي تسمى تعرف بالتذكيه، اما التذكيه ولا التزكيه. في الاسلام تسمى بالانعام المذكات. الانعام المذكات شنو معنى التذكيه ولا التزكيه؟ هي رفع القيمه، رفع الجوده وذكر اسم الله. يكفي ان الانسان كيذكر اسم الله. مكان الذبح هو المكان معروف ديال عند الناس كاملين، ماشي بحال الذبح الغير الاسلامي. الناس اللي كيذبحوا مثلا بداك بالبيستولي، الناس اللي كيذبحوا بالصعق الكهربائي، الناس اللي كيذبحوا بالماتادور بحال مثلا الدول الاوروبيه. حتى بعد جمعيات كتحرك في هذا المجال هذا بان الذبح الاسلامي هو ذبح، يعني هاد المسائل هذه لا يجب ان تكون في الاسلام. لحقاش الاسلام هو معروف ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقول اريحوا الذبيحه، يعني وليحد شفرته، خصك تمضي الموس مزيان، يكون مضي الموس مزيان، وليريح ذبيحته. يكفي اننا الشعب المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا السنه هي سنه الذبح، والدراسات الحديثه اليوم وحتى بعد المذابح في الدول الاوروبيه، يعني ربما تكاد تكون جميع المذابح في الدول الاوروبيه فيها مسلم من يذبح. يعني اللي كيذبح في هذه المذابح هو مسلم. وبالتالي عرفوا الاهميه. علاش؟ لان لما كنذبحوا الذبيحه اولا التذكية ذكر اسم الله، يعني اسم الله، يعني ما كاينش محسن اننا نذكروا اسم الله على الحاجه، في الغذاء ديالنا، في الشرب ديالنا، في العمل ديالنا، في كل شيء. داكوغ. المساله الثانيه هي الجوده، يعني الجوده يعني لا الفرق كبير بين الجوده، لا من حيث الطراوه ولا من حيث القيمه الغذائيه ولا من حيث المواد الجرثوميه اللي كتكون في هذه المسائل هذه. يعني فرق كبير بين الذبيحه الاسلاميه والذبيحه غير الاسلاميه. الوغ بالنسبه الحمد لله احنا في المغرب عندنا سلالات كبيره ومتعدده، يعني فيما مشينا في المغرب كنلقاو واحد السلاله ديال الاغنام، يعني واحد السلاله اللي هي الحمد لله عندنا، وانا كنقول عندنا اكتفاء ذاتي، يعني اكتفاء ذاتي بامتياز، يعني من هذه المسائل هذه لا نقاش فيها، لان باش المغرب بعض المرات الناس كيبقى يقولوا لا ما كاينش، الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي يعني واحد الدرجه كبيره. بالنسبه لجوده يعني الاختيار ديال الاضحيه، اولا الاضحيه وكما الانسان كما الانعام بحال الغذاء ديال الاضحيه هو يؤثر، يعني الغذاء ديال الاضحيه يؤثر على الجوده ديال هذا الانعام. اذا كان غذاء، انا كنقول للناس كاين الناس دابا من كيمشيو كيخرجوا مثلا البوادي وكيمشيو كيختاروا، من الاحسن الانسان يمشي للباديه ويختار واحد الخروف اللي هو يكون عارف بانه جاي من عند الفلاح، ما فيش واحد العلف، لان دايوغ حنا الله سبحانه وتعالى لما عطانا الحب ولما عطانا الخشاش الارض متاعا لكم ولانعامكم. يعني الانسان مثلا اعطي مثال، مثلا القمح، الانسان كياخذ الحبه ديال القمح والانعام كتاخذ التبن، هذه هي متاعا لكم ولانعامكم. وبالتالي لا الانسان من الاحسن يمشي للباديه ويشوف، يكون اختيار، لان هذه مساله حاسمه. علاش؟ لان الا مشينا خدينا بعض الانواع اللي هي كتكون كتاخذ بعض العلف اللي هو علف للاسف كيكون مهرمن، هنا مسائل كتولي مسائل خطيره، كتولي لان دائما كنقول ما يدخل الى معده ماشي غير الانسان، حتى الانعام اللي كيدخل المعده ديال الانعام يتحكم في النظام الغذائي ديالها. هذا من جهه، يعني الطريقه اللي شنو كتاخذ هاد الانعام هذه. يعني الانسان لما كيمشي ويختار ويدو عند الفلاح كما كنقولوا، اولا تشجيع على المنتوج المحلي، ثانيا كناخذوا واحد الاضحيه اللي هي بجوده عاليه. المساله الثانيه هو بعض الناس للاسف هي لما كنحبسوا الانعام كيوقع على واحد لو ستريس. هاد الناس هادو راه الفلاحه كيعرفوه، سيرتو الفلاحه اللي عارفين الاسس ديال التربيه ديال الانعام، كيعرفوا ان الحيوان كيدخل في واحد لو ستريس، يعني واحد القلق. وهذه دراسه دارت في اوروبا على بعض انواع ديال الابقار. كاين الابقار اللي كنقولوا حنا سارحه، ابقار اللي هي ما عندهاش واحد ليميت، ما عندهاش الحدود، كتسرح كتعطي الحليب بجوده جيده واللحوم بجوده جيده. عكس الابقار اللي عطاوها واحد المجال محدود، ولما كنقول الابقار كنقولوا الابل، كنقولوا الانعام باربعه، يعني الغنم والمعز ولا البقر ولا الابل. لما كنحصروا المجال، وهذا الشيء هذا كيكون عند الناس اللي كيعلفوا،
كما كنقولوا حنايا الا كان الانسان كيعلف مثلا كاين اللي كيعطي الفول كاين اللي كيعطي الشعير كاين اللي كيعطي النخالة المسائل هذه جيده غير حنا كنقولوا الناس يحتاطوا من الانعام ولا من الخروف اللي كيكون عنده العلف اللي هو علف مهرمن لانه خطير جدا بالنسبه للصحه ديال الانسان لان جسم الانسان لا يقبل تماما لا يقبل انه يتقبل هرمونات اللي كتكون ربما في هذه في هذه اللحوم هذه وبالتالي الاختيار قلنا هي الاسس اسس شرعيه كلشي كيعرفها واسس صحيه ما قبل الذبحيه هذه يعني الانسان يختار الاضحيه ديالو لا تكون يعني على علم يكون على علم بالاصل ديالها واخا المساله الثانيه واللي هي مهمه جدا والمغاربه كي هذا الاتجاه هذا كنسمعوا هذه الاسئله بزاف حنايا هي اختيار الناس المرضى وخاصه مساله الماعز ومساله الغنم كاين بعض الناس كيقولوا بان واش اذا عندك مثلا السكر خاصك تمشي تعيد بالماعز ماشي بالغنم الوغ هذه المعلومه هذه فيها واحد البورسونتاج كبير ولا واحد الحصه كبيره من الخطا واحد المساله اللي هي غادي يشيروا لها هي اللي تكاد تكون في الاتجاه الصحيح فقط اما هذه المعلومه هي معلومه خاطئه علاش لان بعض الناس اللي كيعطيو هذه المعلومه كيكونوا قراو في اوروبا وجابوا معلومات من اوروبا الوغ اوروبا شنو كيقولوا كيقولوا مرضى السكري ما خاصهمش ياخذوا اللحوم فعلا في اوروبا مرضى السكري ما خاصهمش ياخذوا اللحوم علاش لان اللحوم ديالهم فيها الدم والدم فيه الجلوكوز والجلوكوز كيضر اصحاب السكري الوغ هذه معلومه صحيحه في اوروبا ولا من غير الدول الاسلاميه لما كنجيو للمغرب ولما كنجيو للدول الاسلاميه عندنا حنا التضحيه التذكيه يعني الذبيحه يعني تذبح هذه التذكيه او التزكيه يعني يزيل الانسان الدم ولما كنحيدوا الدم الدم هو وسط لتكاثر جميع اقول بدون استثناء جميع البكتيريات وبالتالي لما كنحيدوا هذا الدم كنحيدوا الجليكوز يعني مرضى السكري لو بغاو ياخذوا علاش كنقولوا حنا ماشي ياخذوا بواحد الكميه اللي هي كبيره كنحاولوا نحددوا غير الفرق واصل المشكل منين جاي علاش الماعز يفضل ماشي غير مرضى السكري حتى لا يعني التركيبه الكيميائيه ديال الماعز والغنم هي نفسها تقريبا غير الماعز الجوده ديالو من حيث ماده الكولاجين ومن حيث الكوليسترول نقص شي شويه ماشي بزاف واخا علاش لان الماعز كنعرفوه حنايا عزيزه عليه الحركه يعني الناس اللي كيربيو مثلا الماعز دابا واللي اللي في الباديه كيعرفوا بان الماعز حتى الناس اللي كيمشيو يسرحوا الماعز كيتكرفصوا شي شويه علاش لان الماعز كيتحرك بزاف وكيبغي العلو كيبغي يطلع فوق الشجر هذيك الحركه بحال الانسان الانسان كنقولوا باش ما يتكونش عنده كوليسترول خصو يتحرك هذيك الحركه اللي عند الماعز كتخلي نسبه الكوليسترول اقل نوعا ما وبالتالي المرضى السكري كنعرفوا حنا المرضى السكري كيكون عندهم مضاعفات على مستوى الكليتين مضاعفات على مستوى الدماغ ومضاعفات على مستوى الكوليسترول علاش كيرتفع لهم سكون ابي حنا لو موفي كوليسترول ال دي ال كوليسترول واخا غادي نرجعوا لهناك مازال استاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه دائما في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه موضوعنا على اختيار اضحيه العيد على مد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم فاصل اعلاني وراجعين بقوا معنا غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه ما تنساوش انه رقم مفتوح للتواصل معنا هو الرقم 5080 كيكفي انكم تكتبوا كلمه صحه اس ا ش ا كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا سؤالكم للرقم 5080 وان شاء الله نجاوبوا عليه اليوم رفقه الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه كنا توقفنا استاذ محمد الحليمي في النقطه اللي هي خاصه بالناس اللي عندهم داء السكري وكيف ما قلتي شائع واحد المعلومه خاطئه انه بزاف ديال الناس كيمشيو للحم ديال المعزي كيف ما كنسميوه ظنا منهم انه كيكون مفيد اكثر من اللحم ديال الغنمي في هذه المناسبه ديال عيد الاضحى بالنسبه للناس اللي هما مصابين بداء السكري كاين مشاكل صحيه اخرى كذلك حنا استاذ محمد الحلمي وكيف ما شرتي غادي نخليوها اليوم الجمعه المقبل ان شاء الله باش غادي نتكلموا حتى على الطرق ديال الطهي ديال الاضحيه ديال العيد غادي نتكلموا على الطرق ديال الطرق ديال التخزين طبيعه الحال كذلك ديال الاضحيه ديال العيد ان شاء الله دي كلها نقط في يوم الجمعه المقبل دائما موعدنا مع الاستاذ محمد الحلمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه اليوم موضوعنا على اختيار اضحيه العيد ومعنا اس ام اس من عند ابو سلام استاذ محمد الحليمي كيسولك على ما يسمى بالحوي البدري كيقول واش الحوي البدري فعلا هو احسن حولي ممكن يكون في الاضحيه ديال العيد على الصحه ديال الانسان وغير باش نوضحوا اكثر هنا استاذ محمد الحليمي الحوي البدري انا على حسب ما كنعرف انه خاص بالعمر ديال الكبش ديال الحول نعم حنا بالنسبه للناس الناس في الباديه وكل شيء كيتحدث واحد المصطلح معروف عند الفلاحه كيقولوا سنا الحليب
يعني كيكون الخروف من الحليب معناته انه كنقولوا حنا بالدارجه ولد العام، يعني كيكون مازال ما عندوش عام. هو جيد هي بالنسبه لماده الكولاجين، ماده الكولاجين بالنسبه كل ما زاد العمر ديال الخروف، الانعام كامله ماشي غير الانعام كامله بالابل من الماعز بالابقار، كل ما زاد العمر كل ما كتزيد داك اللحم كتقصاح، داك لي فيبر ديال الكولاجين كيقصحوا، معناته انه كل ما كان الخروف العمر ديالو يعني قليل، كل ما يعني العمر ديالو صغير كل ما كان الجوده ديالو طالعه، كل ما كاين كما كنقولوا حنا كيطيب دغيا. علاش؟ لان داك لي فيبر ديال الكولاجين ما كيكونوش بزاف ودغيا كيطيب. غير مساله الاختيار، هو يكونوا اما بالنسبه لي غاس ولا بالنسبه لانواع السلالات، عفاكم ما نحدوش السلالات، السلالات المغربيه كلها جيده اقول بدون استثناء، غير السلاله خاصها يكون عندها تغذيه جيده فقط، نقولوا خاصها يكون عندها تغذيه جيده. وحتى الخروف اللي كيكون عمر اللي هو صغير جدا في الشروط الشرعيه ما خاصوش يكون، يعني خاصو الخروف يكون ناضج، يكون يعني بواحد النضج اللي هو علاش باش من كما كنقولوا ما نضيعوش هذا الخروف، هذا يكون الشروط من الشروط الشرعيه، غير كما كنقولوا حنا بدون داك الحدود اللي غنشريو فيها الاضحيه، ما تكونش بدون افراط، وتكون بدون افراط ولا تفريط. وهنايا غادي نشير واحد المساله اللي هي مهمه جدا، واخا هادشي انا عارفه كيف المجتمع المغربي، نضمنوا شويه مع ذوك الناس اللي كنقولوا حنا ما عندهمش، ذوك الناس الضعفاء والناس اللي هذه فرصه لا في العيد الكبير ولا في العيد الصغير. كنعرفوا حنا هادشي كاين في المجتمع المغربي، كاين اللي كيضامن وكاين اللي كيساعد الناس وما كي لا يحب ان يذكر اسمه، وهذا كتكون يعني تحسب له، وغدا يوم القيامه غادي يتجازى عليها. لابد اننا نسيروا هذا الجانب الانساني، ان الناس يتعاونوا مع بعضياتهم، يعني ما فيها باس. كاينين الناس اللي الله يحسن العون، الانسان اللي غايشري ثلاثه ولا اربعه الخرفان يشري غير جوج ولا ثلاثه وواحد يصدقوا. وانا كنلاحظ هذه المساله كاينه في المجتمع المغربي، جميل جدا اننا نحافظوا عليها، لان كيكون هذا التضامن وهذه فرصه باش اننا نضامنوا، لان الانسان باش يشي خروف وسيرتو في هذا العصر هذا، كاين الناس اللي يعني ضعفاء لواحد الدرجه كبيره، وهذا مجتمع كيعيش في وسط مجتمع، وبالتالي غير هذا كقوس الناس يكون عندهم. وهذا الشيء هذا الحس في المغاربه كاين، الجانب الانساني كاين في المغربي، بدرت الجانب الانساني، ذاك البدره كاينه في المغربي بجميع الاصناف ديالو. لا 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 الناس اللي كتكون، لان كاين بعض الناس اللي يتهمونهم انهم كيديروا شي حوايج اللي هي، ولكن الجانب الانساني البدره الجانب الانساني كتكون ديما كاينه، ولا بد اننا نثيروها في هذه الحلقه دي. نعم نعم. طيب نمشيو لاس ام اس اذا سمحتي استاذ محمد الحليمي، معنا من عند عائشه. عائشه كتقول حنايا في العروبيه في الباديه وعندنا الحولي السردي، ولكن كتقول انا ما كيعجبنيش اللحم ديالو نهائيا، فباش تنصحني استاذ محمد الحليمي لو بغيتش ناخذ السردي؟ نعم، انا بالنسبه تبدل غير النوع، يعني كاين نوع ديال السردي بالنسبه للناس اللي كيبغيو السردي. هو من حيث النوع يعني، هو انا كنقول مساله الغذاء يتحكم في النوعيه ديال اللحم وديال الحليب، حتى الحليب ديال الانعام، حتى الحليب ديال الانعام، يعني بحال الانسان الطبيعه. وهذه فرصه، هذه فرصه ديال العيد باش ان الناس ربما الاطفال ما نحضروهمش في الوقت ديال الذبيحه الا كان ربما يسبب لهم مشكل، ولكن في الوقت ديال الصليخ نصحنا الاباء يحضروا وليداتهم باش الجسم، لان الجسم ديال الخروف مثلا شكل الكليه، شكل الكبد، شكل القلب، نفسه ديال الانسان. وهنا كيبدا الطفل كيعرف على الاقل تكون عنده واحد فكره على الاعضاء ديال الاعضاء ديال الخروف، لانها تشبه تماما الاعضاء ديال جسم الانسان. ولما هذا الشخص هذا ما غيكبر، ولما غيكون يكبر، لما غيسمع كليه غيعرف الشكل ديال الكليه، لما غيسمع قلب غيعرف الشكل ديال القلب، وبالتالي غتكون واحد الصوره تجسيديه لهذه المسائل هذه، وكتنمي ذاك الخيال ديال الطفل. بالنسبه للنوع ممكن تبدل نوع اخر، ما كاينش مشكل، يعني بالنسبه للناس، يعني غير انا كنقول ربما هي مساله نفسيه، يقدر يمشي ويجيبوا له مثلا واحد النوع ديال السردي مثلا من منطقه اخرى وما تعرفوش بانه سردي وتاخذوا، وتكون يعني بعد المسائل احنا كندخلوا فيها لي ديتاي ولا التفاصيل، هي مسائل نفسيه فقط لا اقل ولا اكثر. اما النوعيه الا كان الانعام مثلا الماعز ولا الغنم نفس تقريبا التركيبه، فما بالك الغنم في حد ذاته، غير العامل المحدد هو الغذاء.
نعم. معنا اسمس كذلك من عند مسلم وأستاذ محمد الحليمي كيقول عفاك أستاذ الحليمي أنا بغيت غير نعرف بالنسبة لاختيار ديال الأضحية كيفاش كيكون. كيقول أنا كنشوف ناس كيقلبوا الديل ديال الحولي كيقلبوا العينين ديالو, كيقول هذه المسألة بعض المرات إذا كانت متكررة واش ممكن تأدي الأضحية ويقدر يجي إنسان آخر ويشريها وهم كيكونوا يعني ناس مثلا والعشرة يقدروا يوصل العدد ديالهم عشرة ولا أكثر كيكونوا مثلا كلهم عملوا نفس الأمر بالنسبة للأضحية ديال العيد أنهم كيبقوا يقلبوا فيها ويشوفوا العين ديالها والديل ديالها وهذه الأمور كلها, فهو كيسول واش كضرب الأضحية ديال العيد ولا لا. أنا كنقول له نعم. علاش؟ لأن يعني إمسي في أن ذاك الأضحية أولا هي ندخلوها للمجال الحضاري إن فوا نهزوها بعدا من الضيعة ونحطوها فوق تراكتور ولا فوق كاميو ولا فوق واحد الوسيلة النقل غير مجرد أننا كنحطوها تما كتبدا المعاناة ديالها وكيبدا داك لو ستريس ديالها. عاد لما كندخلوا المجال الحضاري كتكون الضوضاء وكتكون داك الصداع ديال 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 لي فاتور, الصداع ديال يعني واحد الصداع اللي هو كارثي داكوغ. ألوغ هاد الصداع هذا وداك لومبوتياج اللي كيكون ألوغ هنا كتدخل في واحد لو ستريس. عاد كنزيدوا المساله ديال لو ستريس الثاني هو كما كنقولوا حنا المغاربه كيبغيو يقلبوا الاضحيه هي تخلب هي المساله ديال العيب, غير المساله ديال العيب. اما الى كان المشكل كما كنقولوا الاضحيه الى كانت مخدومه راه ما غيعرفهاش الانسان داكوغ, لان المعده ديالها هي فاش كتخدم الاضحيه, لان حنا بالنسبه للاضحيه كنخافوا على المعده ديالها لان بين قوسين واتاسف, لان كاين بعض الناس اللي كيعطيوها الخميره باش كتنفخ الملحه كذلك. نعم تماما, كاين بعض الطرق اللي هي الطرق ديال الغش. هذه المسائل اللي خصنا نردوا لها البال. عاد زياده على بعض الاضحيه اللي ما كتتبعش في النهار الاول وكترجع عاوتاني نفس المعاناه وتجي النهار الثاني وترجع نفس المعاناه, هنا كيكون واحد الاستخاس اللي هو كبير بالاضافه الى تغيير الوسط. الانسان لما بعد مره كيكون مثلا في المنزل ديالو كينعس بطريقه جيده كيبدل الوسط ديالو ما كيجيش النعاس. هكاك الاضحيه لما كتبدل الوسط ديالها لما كتمشي عند المنزل اللي هو غتكون فيه لا 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 ديال الشخص اللي غادي يضحي بهذه الاضحيه هذه, كيكون واحد لو ستريس حتى الصباح ديال الذبيحه. وهذا الشيء علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال اريحوا الذبيحه, يعني وليحد شفرته يمضي الانسان الموس, لان كتكون بواحد لو ستريس بالاضافه الى المساله ديال الكبش مثلا بصفه عامه. كنقول للناس من الاحسن كاين هذه المساله جيده كيديروها بعض الناس الاضحيه لما كيشوف مثلا الكبش لما كيشوف الاخ ديالو مثلا كما كنقولوا خوه كيحس بواحد الراحه, هذه غريزه عندهم. بعض الناس كيديروا بعض الكراجات كيديروا بعض الكراجات وكيجمعوا فيها هاد الخرفان هادوما كيعلموهم بواحد الصباغه ولا بواحد كل واحد باش كيعلمها. جيد جدا اننا نجمعوهم لان حتى الغنم هي مجتمع يعني اجتماعي كيبغي يكون وداك لو ستريس كيقل. يعني هذه النصيحه في هذا الاتجاه هذا باش ان الناس يحاولوا يجمعوهم شي شويه باش ما يكونش واحد اللي بغينا نقولوا لو ستريس ولا واحد القلق اللي هو كبير جدا. ولكن هذه الطريقه اللي كيقلبوا بها اليوم الاول والثاني والثالث وتقدر ما تتبعش اليوم وترجع غدا, اكيد انها كيكون عنده واحد المفعول اللي هو سيء على الجانب النفسي ديال الاضحيه, والجانب النفسي يؤثر تماما على الجوده ديال اللوح. نعم استاذ الحلمي معنا اس ام اس من عند سي محمد ابو ملاك كيقول انا ما كنقدر نعيد الا على السردي, هذا الشيء علاش كناخذوا من الجهه ديال بني مسكين وكندي حتى لمدينه مكناس. كيقول لك استاذ الحلمي الوسيله اللي كاينه هي الطوموبيل ديالو العاديه فكيعملوا في اللور ديال الطوموبيل في الكفر وكياخذوا حتى المدينه ديال مكناس, فكيسولك واش كاينه شي نصيحه اللي تقدر تعطيها ليه. نعم هو كل عام كيعمل هذه الطريقه كياخذ اضحيه من بني مسكين وكيديها حتى لمدينه مكناس. يعني المسافه اللي هي طويله وبني مسكين معروفه, بني مسكين ماشي غير بني مسكين, بني مسكين ولا منطقه الحوز ولا منطقه الشاويه ولا منطقه جباله ولا منطقه مناطق معروفه فيها كل منطقه وفيها واحد النوع ديال هذا الغنم, وهي نوع جيد جدا من احسن الانواع الموجوده في العالم, اقول في العالم. حتى الشكل ديالها كيكون سبحان الله عنده واحد الجمال. إذا لاحظتوا أن الغنم المغربي بجميع الأنواع ديالو كيكون جميل, يعني الأضحية ولا الغنم كله كيكون عنده واحد الجمال سبحان الله, واحد الجمال اللي هو فريد من نوعه. ألوغ اللي غنصح أنا الأخ هو غير كما كنقولوا حنا الكفر ما يسدوش يكون أيغي. علاش؟ أنه هذا حتى هو مخلوق كيحتاج واحد المادة سميتها الأكسجين. لان مثلا نعطيك غير مثال, الا كان مثلا غدا غادي صباح العيد اليوم الانسان مشى جاب الخروف ديالو وخلاه
ما خداش واحد الاكسجين بنسبه جيده، هذا غياثر اكيد، غادي ياثر على النفسيه ديال الخروف، وغادي ياثر حتى على اللحم ديالو وعلى النوع الجوده ديالو، وبالتالي الراحه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على الراحه ديال هذه الذبيحه، وخصنا نريحوها من جميع الجوانب. ولكن اذا كانت ضروره، كما كنقولوا، اذا كانت ضروره وكان كانت شر لابد منه، الوغ من الاحسن يكون غداك الكوفر يخليه مفتوح شي شويه باش يدخل الاكسجين، لان كنلاحظوا فعلا فعلا كنلاحظوا الذبائح يعني كما كنقولوا الدايجه ديالنا كتكرفص بمعنى الكلمه، يعني الناس كي يعني وكاين هناك واحد الطريقه باش كيتعاملوا معها. نحاولوا نريحوا هذه الذبيحه هذه، لحقاش هي جيد انها من حظها انها يعني ستذبح في عيد، ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه، يعني تكون واحد الراحه باش اننا نخليوها هذه الايام المعدوده اللي غدوزها دوزها في واحد الظروف اللي هي ظروف جيده، لان الحسم ديال اللحم كتكون في هذه المسائل اللي هي بسيطه. نعم. طيب نمشيو لنقطة أخرى أستاذ محمد الحلمي اللي هي خاصة قلت غادي نتكلموا عليها، الفرق ما بين الأضحية ديال العيد بالنسبة للغنم دائما كنتكلموا ما بين الذكر وما بين الأنثى، كنعرفوا أنه كاين ناس مثلا اللي كياخذ حولي وكياخذ حولية، أو الناس اللي كياخذوا غير الحولية مثلا، فهاد الناس هنا ربما كيبقى دائما ذاك السؤال واش نفس الجودة اللي كاينة في اللحم ديال الحولية، ولكن في الحولية كاين الناس اللي كنسمعهم ربما كيقول لك إلا تكلمنا على اللدة وعلى البنة فاللحم ديال الحولية ربما كتكون لذيذة على اللحم ديال الكبش وديال الحولي، هاد المسألة كذلك واش كاينة ولا لا أستاذ محمد الحلمي؟ نعم، هي يقال ان الاذواق لا تناقش، اكيد تحترم. نعم، بالنسبه للناس الجيد جدا هو ان الله سبحانه وتعالى اعطانا الاختيار، كما الاختيار في الانعام، شوف الله سبحانه وتعالى اعطانا جميع الانعام الا لحم الخنزير، جميع الاشربه الا الخمر، هكاك كنلقاو بعض الناس اللي كيمشيو في هذه الاتجاهات هذه، يعني الله سبحانه وتعالى اعطانا ما هو حلال اكثر مما هو حرام، يعني اعطانا واحد التنوع. كاين الناس اللي كيبغيو يعيدوا بالحولي ماشي مشكل، الفرق هو بسيط، اقول بسيط، علاش؟ لان الجسم ديال الانثى كيكون فيه واحد النوع ديال هرمونات، شويه نوع من الهرمونات، علاش؟ لان هرمونات زائده ونسبه ديال الدهون زياده طفيفه، ماشي زياده كبيره، ماشي بحال الانسان، يعني زياده طفيفه، علاش؟ لان هاد الجسم ديال هاد الانثى هو مؤهل انه للولاده وللرضاعه، وبالتالي ضروري غادي يكون واحد الفرق اللي هو فرق بسيط جدا. الانسان التاريخ ديال الاضحيه هو اللي كيحكم، الا كان مولف غيكون اكيد ان الانسان جرب الذكر وجرب الانثى بالنسبه للكبش، الا كان كل واحد يختار والاختيار هو حر، والانسان المسائل هذه هي مسائل يعني ما كان احنا كنخليو فيها الاختيار، بالعكس احنا ما كنضيقوش على الانسان شنو غيختار، بالعكس يكون كل واحد يختار اللي بغى، غير الشروط اللي هي تكون شروط شرعيه، ما يكونش عيد، ما يكونش بزاف ديال الامور، كنا الانسان يكون الملك ديالو وتكون من الانعام وتكون له، والشروط الصحيه ما قبل الذبح هي اللي هضرنا عليها، وما بعد الذبح اللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله في الاسبوع المقبل يوم الجمعه ان شاء الله. بطبيعه الحال احنا لقائنا مازال نتواصل معك في الحلقه ديال اليوم استاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، ما تنساوش انه كاين رقم التواصل معنا رقم 5080، ما تنساوش في اول اس ام اس كتكتبوا كلمه صحه كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. فاصل اعلان ورجع لكم، بقوا معنا. اختيار اضحيه العيد كيف ما كيخضع الشروط خاصو كذلك يخضع لشروط صحيه، بحيث ان الاضحيه لازم تكون كتمتع بالصحه العامه واللي كتبان في اللمعان ديال عينيها، في الحركه والاكل والشرب ديالها اللي لازم يكون بشكل طبيعي، وقدر الامكان لازم نحرصوا على ان الظروف اللي كيتم فيها نقل الاضحيه من السوق للدار تكون مريحه ليها، وتكون في وسيله نقل اللي فيها تهويه باش ما كنمنعوش عليها الاكسجين، والا قدرنا نخليوها وسط القطيع او مع اضحيه اخرى كان احسن للحاله ديالها، لان الغنم خصوصا معروف على انها اجتماعيه، وما نساوش الاكل ديالها لازم يكون بحال الاكل اللي هي متعوده عليه باش كتقبلو وما كترفضوش. كانت هذه فقط نصيحه اليوم. نتمنى ورجعنا على مد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، واليوم كنتكلموا على اختيار اضحيه العيد رفقه الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. غادي نمشيو للنقطه الاخرى هذه المره استاذ محمد الحليمي على الاضحيه ديال العيد لما كتوصل للدار، فهنا كل واحد وكيفاش كيتعامل معاها، ربما كل واحد كنعرفوا الناس اللي الاسره كتكون مثلا فيها غير زوج ديال الناس كبار بعقلهم، كنعرفوا ناس اللي الاسره فيها اطفال وليدات صغار، هنا استاذ محمد الحليمي وكنشوفوا التصرفات اللي كتكون مع الاضحيه ديال العيد، فهنا شنو النصيحه ديالك استاذ محمد الحليمي بالنسبه للاضحيه ديال العيد وكيفاش نتصرفوا ولا نتعاملوا معاها؟ نعم، هي للاسف ان بعد الحوادث كتوقع، كنلاحظوا ان قبل النهار اللي قبل العيد كتوقع حوادث كثيره، وهاد الناس وهاد المساله كيلاحظوها الناس في المستعجلات في بعض المستشفيات. الوغ الحوادث الميكانيكيه، يعني ماشي الفيزيولوجيه بحال مثلا ارتفاع الكوليسترول، الوغ قبل العيد
كنلاحظوا حوادث اللي هي الانسان مثلا في بعض الاطفال اللي كيبغوا لان الاطفال كتكون هذا الجانب الاجتماعي جيد جدا يعني من الاحسن الناس ما يجيبوش الاضحيه في الصباح ديال العيد يجيبوها قبل العيد باش حتى الاطفال لان الاطفال كيبغيو يشوفوا هذه المسائل هذه ويعرفوا بان الدين الاسلامي فيه واحد اليوم يسمى بعيد الاضحى وهذا عيد الاضحى ويحاول يعاود الاب ديالهم يعاود لهم القصه ديال شنو مسألة عيد الأضحى علاش الإنسان ولا كيضحي بالكبش وشنو هاد المسائل هادي خاصنا نرسخوها عند الطفل ونشرحوا له لأن الطفل كيشوف الأب ديالو غادي أولا يديه معاه يدي الأطفال ديالو معاه هذه مناسبة وخاصة إن شاء الله هاد السنة غتكون بالأحد يعني غتكون في نهاية الأسبوع إنسان يدي ولاداته معاه يشوف الإنسان الطفل ولا الذكر ولا الأنثى ولا حتى الأم في الأسرة كاملة يشوفوا ذاك الجو ديال الشراء ما يكونش هناك واحد القلق لأن الله سبحانه وتعالى كل واحد مكتب له هذاك شنو مكتب له ذكر ما يكونش واحد القلق يكون واحد الجانب الاجتماعي تاهو نخدموا عليه باش الطفل يعرف شنو كاين نجيبوا الخروف من الأحسن يكون النهار قبل باش الأطفال يعرفوا شنو كاين ويعرفوا الأساس ديال الإسلام شنو المسائل لأن فرصة غير نجتنبوا بعض المخاطر لأن هاد الكبش ولا هذه قدر يقيس مثلا الأطفال وحل الشخص حد ذاته لأن كاين بعض الأكباش يعني تبارك الله كيكونوا شوية صحاح ممكن حتى شخص واحد ما يشدوش ذاك ربما يكون بعض المخاطر وللأسف كاين هاد المخاطر هذه كاين الناس اللي كيديروه للاسف هذه من باب المزحه وهذه بصح كتوقع كاين الناس اللي كيحطوه في السطوحه وكينقز من السطح علاش كينقز لان فعلا هاد المسائل وقعات علاش لان الخروف كيكون في واحد القلق اللي هو وخاصه داك الخروف اللي كنقولوا حنا ما كيكونش مولف انه يكون بوحده واخا كيكون يعني واحد الهستيريا ديال الخوف كتكون عنده سبحان الله كيكون ربما كيحس بهاد المسائل اللي هي جايه ليه وهاد المسائل هادي ناخذوها بعين الاعتبار نردوا لها البال باش حتى الاباء ما يكونش عندنا واحد الخطر اللي هو خطر ربما يوصل لواحد الكوارث اللي لا تحمد عقباها. كاين التقييد ديال الاضحيه كذلك استاذ محمد الحلمي كل واحد كيفاش كيعمل ذاك الحبل كاين اللي كيعملوا في الرجل ديال الاضحيه كاين اللي كيعملوا في ذاك الراس ديال الاضحيه وهنا كيف ما قلتي الحوادث كتختلف تعرف فشنو اللي صحي اكثر استاذ محمد الحلمي واللي كيخلي الاضحيه تبقى مرتاحه؟ نعم هو من الاحسن لان كاين بعض الناس اللي كيقول لك الرجل ديالها ولكن من الاحسن في الراس من الاحسن في الراس تكون في الراس لان كاين الناس بعض الناس كياخذوا مثلا اولا كاين اللي كيديرها من راسها كيكتفها من راسها وكاين اللي كيشدها من رجلين بجوج كما كنقولوا كيقيدها من رجلين بجوج كاين اللي كيقيدها من رجلين بجوج وكيزيد لها واحد الحبل الرجل الثالثه ديال يعني الرجلين اللورانيين هنا ما كنخليوش واحد المجال الحركه ديال هاد الاضحيه هذه وما كنخليوش واحد الجسم يستافد الهيموغلوبين ما كتستافدش من الاكسجين بزاف وكنزيدو في القلق ديال الاضحيه الوغ الاضحيه اولا يكون داك الحبل ما يكونش قصير بزاف كل ما طوال كل ما مزيان كل ما عطينا مجال كل ما مزيان واللي مهم هنايا شنو هو الاكل ديال الاضحيه واحد النقطه اللي هي مهمه جدا الناس مين يبغيو يمشيو يشريو الوغ الناس مين يبغيو يمشيو يشريو وهنا الجميل اننا نشريو من عند الفلاح ما فيها باس نسولو واحد السؤال للفلاح تقول له الفلاح لان مثلا نعطيك مثال الا كان الخروف كي مثلا كي, كي, كي يعني كياخذ التبن مثلا ولا هذه ولا كياخذ مثلا الشعير ولا الفول كتعطيه هذه المده كامله ربما تجيب له واحد الغذاء ما يعجبوش علاش لانه غير معتاد عليه وبالتالي مساله مهمه جدا اننا نسولو هاد الفلاح نقول له عافاك شنو كنتي كتعطيه كل هاد الخروف هذا يعني شنو الطبيعه ديال العلف ديالو باش تضمن لان مثلا من لان كاين بعض الناس للاسف كيبغيو يخليو المعده ديال الكبش شويه خاويه علاش باش الله غد ليه ما يكونش تماره وما تكونش هذه الوغ التماره غتكون وهي جيده جدا الانسان يتحرك يحرق شويه ديال السعرات الحراريه والمسؤوليه تتقاسمها المراه والرجل اكيد الاسره كامله المراه والرجل نعم ماشي يعني مساله دواره محتكره على المراه ولا على الوغ العمل هو عمل اسري وفيه واحد المعنى الاجتماعي اكثر مما هو غذائي الانسان كيكون واحد المعنى اجتماعي وانا كنقول كاين بعض الناس اللي ما كيجيوش لديارهم
وكاين بعض الناس اللي ما كيزوروش عائلتهم فقط في عيد الاضحى، كيجيو فقط في عيد الاضحى، وبالتالي فرصه اجتماعيه نستفدوا منها ما فيها باس نستفدوا منها. غير هو الغذاء، قلت انا الغذاء يكون غذاء، نسول الفلاح نقول له مثلا الا كنتي كتعطي التبن، الا كنتي كتعطي النخاله، الا كنتي كتعطي الشعير، الا كنتي كتعطي الفول، باش مين نمشي ويسول، حتى الشخص يسول، لان كاين بعض الناس اللي كيمشي وكياخذ مثلا كيعطيه يشرب وكيعطيه علف وكيتنفخ له الخروف وكيولي مشاكل هي كبيره جدا. ما فيها باس نجلس واحد 10 دقائق، ما فيها باس 10 دقائق مع الشخص اللي باع لي الخروف، نقول له عافاك فوقاش نعطيه الماء، فوقاش نعطيه الماكله، باش هكذا نضمنوا اننا ما نديروش كما كنقولوا شي اخطاء اللي تقدر تسبب لنا. وهاد المشاكل كتوقع يعني الناس كيتنفخ لهم الخروف وربما كتوقع مشاكل، وكاين الناس اللي ماتوا لهم الاضحيه ماتت في الليله ديال العيد، وبالتالي هاد المسائل هادي بسيطه ولكن مهمه جدا. بالفعل، ونشيروا كذلك لواحد النقطه مهمه جدا كيف ما قلت لنا، احداث كنسمعوا عليها كل عام استاذ محمد الحليمي بالنسبه للمساله ديال الحبل في الراس، فنحاولوا انه هذاك الحبل ما يكونش يعني طويل بزاف، فكنعرفوا كيف ما قلتي لك الخروف بوحدو كيتحرك بزاف، وهذه المساله كلها شحال من عائلات مثلا الحبل كان على الراس كامل وتخنق مثلا الخروف او لا تقش كيف ما كنقولوا ومات ليله قبل العيد، فنردوا بال هذه الامور هذه. معنا اس ام اس من عند ليلى، استاذ محمد الحليمي كتقول انا كنشوف الام ديالي في كل عيد وكنعياو معها شحال من مره، ولكن دائما كديرها ملي كتنقي الخضره كتعطي لذاك الاضحيه ديال العيد القشور ديال الخضره، وقالت العجيب انه كياكلها وكيبغيها كيكملها كامله. فكتسولك استاذ محمد الحليمي بالنسبه للقشور ديال الخضره ولا ديال الفواكه، الا تنقى وديك القشره تعطات الاضحيه ديال العيد، واش يعني ما كاينش منها حتى شي تخوف، مزيانه ليه ولا ما مزياناش او لا؟ جيد بالنسبه للماده الطبيعيه، ماده لما هذه الكسيبه ولا هذه الاضحيه العيد كتكون سارحه فهي راه كتاخذ خشاش الارض، يعني كتاخذ خشاش الارض. غير هنا بغيت نشير واحد النقطه اللي هي مهمه الاستاذ عفاف، فكرتيني بواحد المساله اللي هي مهمه جدا. في المجال الحضاري وشرف الله قدر المستمعين، كاين بعد كما كنقولوا حنايا الثروات ديال الزبل، هاد المسائل خاصنا نشيروا لها. كنلقاو فيها بعض الانواع ديال الاغنام اللي كتكون كترعى تمايا، من هاد المساله شفتها انايا، وبعد في الضواحي ديال المدن كنلقاو بعض الاغنام اللي هي كتمشي لهاد المطارح ديال النفايات، وهذه مساله خطيره جدا. علاش؟ لان هاد المطارح ديال النفايات بعض المرات كتكون فيها مواد سامه، بعد المرة كتكون فيها مواد اللي توصل مباشرة، يقدر الشخص ياخذ، لأن لما غيمشي ياخذ الكبد غادي ياخذ ليباتيت، يقدر يكون ليباتيت بي ولا ليباتيت سي. علاش؟ لأن هاد المواد هادي هي مواد سامة، خداتها هاد الأكباش كياخذوها، وبالتالي كتوصل للدورة الدموية كتوصل للأعضاء، والناس كيمشيو يشريو، لأن هاد الأغنام ديال المطارح النفايات الناس يردوا منها البال بزاف. يعني حنا كنقارنوها مقارنة مباشرة مع حمل الخنزير، وخا بعض المسائل هي مختلفة يعني جذريا، ولكن في من حيث الخطورة نضعها كلحوم الخنزير. علاش؟ لان الطبيعه ديال الغذاء هي طبيعه وسخه، وبالتالي اللحم غيكون وسخ، غيكون مشاكل على مستوى اللحوم، والناس يردوا البال لهذه المساله هذه. نعم. معنا اس ام اس كذلك عند حميد، استاذ محمد الحليمي كيقول انا الاضحيه ديال العيد ما كنعطيهاش القشور ديال الخضره، ولكن كنعطيها الخبز اللي كيكون عندي يابس او ذاك الخبز كارم كيف ما كنسميوه، قال كيعطي الاضحيه ديال العيد. واش ما كاينش منا كذلك شي تخوف استاذ محمد الحليمي؟ كيقول بما انه الخبز الاصل ديالو هو قمح. نعم هو الاصل ديالو قمح فعلا، وهذا واحد الموضوع اللي هو كبير. الوغ هنا الى لاحظتوا ان بعض الناس كيجمعوا ذاك الخبز، الوغ الناس كيجمعوا ذاك الخبز وكيديوه، لان خصكم تعرفوا بان المستمعين خصهم يعرفوا بان الخبز كتزيد في انتاج الحليب، واخا الناس كيجمعوا كيعطيوها الابقار بعد الخبز. اولا الخبز لما كتقدم، وخاصه الخبز اللي مخمره بالخميره العاديه ماشي الخميره البلديه، نعم دغيا كتطلع داك لاكوش اللي كتكون شويه خضراء، هادوك سو سون دي موازيسيغ كنسميو حنايا. الوغ هاد لي ميكوتوكسين مباشره كيوصلوا للحليب، مباشره كيوصلوا للحوم. الوغ الا كان الشخص كيعطي الخبز يعني كما كنقولوا الخبز الكارم ولا الخبز يابس للاضحيه، الا ما كانش فيه داك الطبقه الخضراء اللي كنسميو حنا بالدارجه الغموليه، الخبز الا ما كانش غامل ما فيهش داك الغموليه، جيد جدا، ممكن ياخذوه. لكن الا كان الخبز فيه هاد الغموليه ممنوع منعا كليا اننا نعطيوه للانعام. وضيق كاين بعض الناس كنقول انايا راه هاد المشاكل كبيره جدا، خاصه الناس اللي كيعطيو الابقار كيعطيوهم هاد العلف، وخاصه الخبز
اللي كنسميو حنا هذا الخبز اللي كتكون فيه على ديك الطبقه ديال الغموليه الوغ خطير جدا كيوصل حتى الحليب. حتى الحليب كنلقاو كاين دراسات يعني مخبريه، هذه مسائل مؤكده ان الحليب ديال الابقار اللي كيجيو من العلف اللي كتكون الخبز اللي كتكون هذا الخبز اللي هي ميبسه الوغ كتوصل هذا المواد هذه وكتوصل الحليب، وهي خطيره جدا على جسم الانسان وخاصه الكليتين والكبد. نعم. معنا اس ام اس استاذ محمد الحليمي من عند سعيد. سعيد كيقول انا عندي غير شقه في السكن الاقتصادي وكتعرفوا الضيق ديال المساحه، كنجيب الاضحيه ديال العيد ليله قبل وكنخليها غير في الدوش في الحمام، واش كيكون شي تاثير على الصحه ديالها ومن بعد على الصحه ديال وليداتي ولا لا؟ نعم، هو بالنسبه ل كيقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني الظروف ديال الانسان حتى هي ظروف كتحتم عليه يدير شي حوايج. راه المسائل هذه مسائل يعني مسائل تكاد تكون عاديه، يعني هذا هو الحل. الانسان ربما يعرض راسه ان غير واحد الظاهره اليوم وليت كنشوف انا الظاهره ديال داك الكراجات اللي كيكونوا كراجات كيمشيو الوغ هذه مزيانه الا كان الانسان قريب له مثلا شي واحد عنده كراج الوغ الناس كي تما كتشري له التبن ديالو، وكاين يعني كنشوفوا واحد الحراك اجتماعي، الناس اللي كيبيعوا التبن، الناس اللي كيبيعوا العلف، الناس جيد جدا هذا الحراك الاجتماعي كيحي لنا على وجود شي حاجه كاينه. الا جا مثلا شي واحد من برا ودخل المغرب في هذا الاسبوع هذا كيقول باللي راه شي حاجه كاينه الوغ هذاك الطابع الاجتماعي هو اللي خصنا حنايا واللي خصو يترسخ في الاطفال ديالنا. الوغ الا كان من الاحسن يدير هاد الكراجات هادو ما كانش يخليه عنده بالطريقه اللي هضر عليها هو بالنسبه للدوش عنده، غير يكفي انه يحط له الاكل ديالو والاكل ديالو يكون الاكل المتعود، يعني يسول الناس اللي يشراو من عنده الاكل. هاد المرحله مهمه جدا، الناس ما كيردولهاش بال ولكن مهمه جدا. الا كان الاكل المتعود اللي تعود عليه ما فيها باس، الوغ الا كان هاد الحل هذا وكما كنقولوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاسبوع اللي كيخليو بزاف ديال الناس من اجل الاختيار ديال الاضحيه ديال العيد استاذ محمد الحليمي، كنشوفوا كذلك دوك الباعه ديال الفاخر، كنشوفوا الباعه كذلك ديال الجلبانه اللي كتعتبر كذلك واحد الماده مهمه جدا للاضحيه ديال العيد، وبزاف ديال الناس كيشروها باش كياكل هذاك الخروف. فبغيت نسولك على هنا استاذ محمد الحليمي، الجلبانه كذلك واش كتنصح انها تعطى الاضحيه ديال العيد او لا؟ نعم اكيد اكيد، بالنسبه لنا دائما انا نعطي قاعده للمستمعين، اذا كانت ماده طبيعيه ما فيها بس الوغ لا التبان ولا الفول ولا الشعير ولا الجلبانه ولا الوغ هاد المسائل هذه كامله ولا النخاله الوغ هاد المسائل كامله ممكن تعطى الخروف ما كاينش مشكل، غير الناس يردوا الوقت يردوا البال للوقت ديال الشرب، لان كاين بعض الناس ما كيحترموش كي لان مثلا الناس اللي كي الخروف اللي كياخذ الشعير ماشي هو اللي كياخذ النخاله. الوغ هاد المسائل هاد المعلومات هذه تتعلق بالتربيه ديالو، الوغ الناس يسولوا على هاد المسائل هذه. اما المسائل ديال العلف والمسائل ديال الاكل ما فيها باس، بالعكس اذا كانت ماده طبيعيه ممكن الخروف ياخذها ما غتسبب له حتى شي مشكل. نعم. حنا راجعين لعندك اكيد استاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، واليوم كنتكلموا على اختيار اضحيه العيد في برنامج صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم من غادي وفاصل، وراجعين بقوا معنا. الاذاعه القريبه منكم من اللقاء، انا مازال متواصل معك بكل الاوفياء، فمرحبا بكل اسئلتكم الرقم 5080، ما تنساوش كتكتبوا كلمه صحه اس ا اش ا كتخلوا فرق صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. فمعنا مجموعه ديال الاسئله استاذ محمد الحليمي، كنتمنى ان شاء الله الوقت يكفينا باش نجاوبوا عليها. فمعنا اس ام اس كذلك من عند ابو محمد كيقول انا تعودنا على انه في العيد كناخذ خروف الكبش، كيقول هذه سنه، ولكن ضروري كناخذ اللحم ديال البقري، كيقول كيكون هو الاضحيه كذلك عنده ديال العيد. هو شرح انه كياخذ ضروبه، فكيسولك هنا استاذ محمد الحليمي كيقول دائما كيجيب ضروبه كتكون قبيحه عنده الدار، كيقول هذا زهري دائما في كل عيد. تحية لك ابو محمد. فهو كيسولك استاذ محمد الحليمي واش نفس الطريقه باش كنتعاملوا مع الخروف او الكبش كنتعاملوا كذلك حتى مع ضروبه او العجيه اللي كان عندنا في الدار، كيقول كيلقى صعوبه لانه ما كيقدرش كيجيبها تقريبا واحد الايام قبل عيد الاضحى، وقال كيلقى مشكل مع الوليدات ومع حتى مولات الدار. فهو كيسولك على اشنو النصيحه اللي ممكن تعطيه. نعم، هي باش الانسان يعيد بالضروبه حتى كيوصل كان وصلوا واحد العدد ديال حنا كنتحدث صحيا العدد ديال الافراد ديال العائله. علاش؟ لان حنا ما بغيناش المجتمع يوصل لهذ المساله ديال الضروبه. علاش؟ لان لما كتعيد بهذا الناس كاين اللي كيعيدوا ببقره، كاين اللي كيعيدوا بعجل، كاين اللي كيعيد بضروبه، كل واحد وانسان كل واحد شنو عطى الله. غير لما كنعيدوا بهذه المساله كنزيدوا الاحتمال اننا نستهلكوا اكثر، لان اليوم انا ما بغيتش نحل الموضوع ديال ما بعد الاضحيه. علاش؟ لان ما بعد الاضحيه كاين شيء الكثير ما يقال، وهنا غتحلني المساله غنتحدث على واحد المسائل هي دغيا. الوغ الناس دابا يعني من الاحسن كنا هذه شحال كنا نقولوها، ولكن دابا الانسان يوقف اللحوم بكل انواع ديالها،
من الأحسن الناس الآن يوقفوا اللحوم يكونوا نباتيين 100%. نعم، وسبق وشرتي لها في إحدى الحلقات أستاذ محمد الحليمي معك. نعم. بالفعل سبق وشرتي لها أنه تقريبا كنظن هذه زوج ديال الأسابيع ولا ثلاثة كنت شرتي على أنه الناس يا ريت لو أنه النظام ديالهم الغذائي ولي نباتي أكثر ويوقفوا استهلاك ديال اللحوم. نعم، وقفوا استهلاك اللحوم، الحليب والمشتقات ديالها والأجبان، جميع المصادر الحيوانية. علاش؟ لأن في الفترة ديال العيد كيقول لك كل ممنوع مرغوب، ما يمكنش حنا ما يمكنش، لانه خصوصا بعض المرضى، ما يمكنش نمنعوا لهم حنايا هذا العاده، لان عاده كيحس هو بالضعف، كيحس بالاقصاء هذاك اليوم هذاك، وبالتالي باش ما يجيش نهار العيد ويقول لك انا غادي ناخذ هذا اللحم واللي بغى يوقع يوقع. الوغ كان باش ما نوصلوش لهذه الجمله كنعطيو حلول. الوغ من الاحسن الانسان يوقف، لان كيلاحظوا الناس، لان في المستعجلات حنا من بعد العيد في المستشفيات إذا شافوا الناس المستشفيات تكون واحد الحالات اللي هي كثيرة جدا. بالفعل. وأغلب الحالات كانت واعية بالخطورة. يعني 99.9% الحالات كانت واعية بالخطورة وكانوا عارفين أنهم غيوصلوا لذاك الحالة هذه. وبالتالي من الأحسن نوقفوا من دابا، نوقفوا استهلاك اللحوم واستهلاك المواد الحيوانية، نكونوا عاشبين نوعا ما، إلا زدنا بيض بلدي ما فيها باس، ألوغ إلا زدنا سمك ما فيها باس، ولكن نكونوا عاشبين 100%، نبعدوا على المواد المصنعة، نبعدوا على المقليات، نبعدوا على الحلويات، باش نوجدوا راسنا لواحد الحدث اللي هو ربما كنستهلكوا فيه اللحوم بالنسبة اللي هي أقول نسبة عالية. نعم. نعم، معنا كذلك اس ام اس هذه المرة من عند أبو شيماء أستاذ محمد الحليمي، كيقول هو كيعيد على المعزي وكيلاحظ دائما ديك البنة ديال زيت أرغان في اللحم ديال المعزي، فهو قال أنها كتعجب الأسرة ديالو كاملة، ولكن بغى يسولك واش هي صحية للدس ديال الإنسان. نعم، هو بالنسبة للمعزي جيد، يعني جيد الدس، المذاق ديال المعزي ربما هو سيرتو إلا طاب مزيان وإلا طاب في الطاجين. الوغ إلا طاب في الطاجين كاين مواد اللي هي مواد جيدة جدا، مواد طيارة كيستافد منها الإنسان. الوغ كما قلت أنا الأذواق كل واحد وشنو، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد وكيفاش كيحس، كل واحد كيفاش كيبغي يخضر هذاك اللحم. غادي نتحدثوا على هذه المسائل بالتفصيل إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله. نعم إن شاء الله يوم الجمعة. غير المسألة ديال المعزي ولا الغنمي، ما كاينش واحد الفرق، هناك فرق اللي هو كبير جدا، نسبة الكوليسترول أقل. أما المذاق ماشي مذاق عام، وهذا المذاق اللي كيحس به الاخ هو مذاق يتعلق به هوايه، ومن حقه انه يحافظ عليه، ومن حقه انه يقلب عليه في وسائل الطهي ديالو، ولكن ماشي معناته انه راه كاين في واحد الفرق، بالعكس بحال الغنمي بحال المعزي بالنسبه للانسان العادي ولا بالنسبه للانسان اللي عنده مرض السكري. والمعلومه ديال المعزي والغنمي، الوغ هذه المسائل هذه ما نحاولوش نخليوها في الثقافه المغربيه ديالنا، لحقاش لا اساس لها من الصحه، وحنا شرحناها بالتفصيل وشرحنا السبب ديالها. نعم. معنا اس ام اس هذه المره من عند المستمع، كيقول استاذ الحليمي هو خذا الاضحيه ديال العيد تقريبا هذه يومين باش كنخداها، فقال ملي جابها للدار تخلع بزاف، كان كيظن ان الاضحيه غتموت لانها سخفات ليه بزاف، ما خداتش ليه الماء نهائيا، وقال لي حد الان الاضحيه عنده ما كتاكلش، اي ماكله جابها ما كتاكلهاش ليه نهائيا، وقال انه كيف ما ربما هنا غنتكلموا على الظروف اللي كنا شرنا ليها في البدايه ديال الحلقه استاذ محمد الحليمي، بما انه قال انها سخفات بزاف وشاف ذاك العيا وديك النهجه كيشرح كذلك كانت عليها، فهو دابا كيسولك استاذ محمد الحليمي كيفاش غيقدر يعرف الغذاء المناسب ليها. نعم، الوغ هذه اللي تحدثت عليها قبيلتي، حنا كيدخل الاضحيه كتدخل في واحد القلق، وراه الاضحيه ولا الخلق البشري كامل، انسان براسه فاش كيكون معصب بعض المرات ما كي حنا بعد البشر يقدر يكون عندنا استهلاك كبير، ويقدر يكون عندنا الانسان كتمشي له الشهيه ما كيبقاش عنده الشهيه. هكاك دابا الاضحيه عندها واحد تغيير الوسط، تغيير لان هما كيحسوا بالرائحه، كيحسوا بكل شيء، كل شيء الاحاسيس كامله خدامه عندهم، وبالتالي هذا التغيير هذا اللي كاين هو تغيير مفاجئ. انا اللي غنصح الاخ مازال دابا كاين شويه الوقت، من الاحسن يحاول يشوف الى عنده الباديه ولا عاود شي صديق مثلا في الباديه، يحاول يدير يعاود ادخال هاد الاضحيه في شي قاطع. نعم. يحاول يدخله في شي قاطع باش ان يتانتجرا شويه هاد الاضحيه هذه، باش لانها مساله خطيره اللي ما بقاتش كتاكل، يعني مساله خطيره جدا. علاش؟ لان الاكل والمشرب هو السبب ديال ذاك الطاقه، وكاين بعض الناس كيوقع في هذا المشكل كيلاحظ ان ذاك الوزن ديال الاضحيه هبط بعد مره غير نهار يومين، وهبط بواحد الشكل اللي هو كارثي، وبالتالي مازال الوقت، يعني باقي شويه ديال الوقت يدخلها في واحد القطع مثلا يخرجها عند شي صديق مثلا ولا هذه، ولا غير في وغادي يلاحظها، غادي يلاحظ انها غادي ترجع للاكل. غير نسينا ما كملناش الجواب على السؤال ديال الاخ ديال اللي طرح السؤال على الضروبه. الضروبه ممكن يعيد بها، غير هي كتكون عندها كميه اكبر من ان نستهلكوا اللحوم، هذه مساله خطيره. الانسان اذا كان من الاحسن ياخذ كبش ولا جوج
الاحسن ياخذ كبش ولا جوج. انا بالنسبه لي يعني كوجهه نظر شخصيه ماشي يعني كوجهه نظر شخصيه ياخذ مثلا جوج ويذبحهم جوج وما تكونش عنده واحد نسبه استهلاك بحال نسبه استهلاك ديال. اما من حيث الجوده فالغنم احسن من البقر يعني بواحد الدرجه اللي هي كبيره جدا. نعم وانت عطيتي الترتيب ديالها بالفعل استاذ محمد الحليمي. حنا ان شاء الله وعدنا المستمعين الكرام اللي قلنا معك غادي يكون يوم الجمعه باش غادي نتكلموا كذلك على الشروط ديال الذبح الصحيه كيف ما انت تكلمتي. غادي نتكلموا كذلك على الطرق ديال الاستهلاك والطرق ديال التخزين بما انه كنعرفوا انه اللحم ديال الاضحيه كيبقى عندنا ايام وربما اسابيع من بعد عيد الاضحى. فان شاء الله هذه كلها نقاط غادي نناقشوها ونتكلموا فيها معاك يوم الجمعه المقبل الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. شنو هي اخر نصيحه باش غادي نختموا بها لقاءنا معك استاذ محمد الحليمي وحنا اليوم كنا كنتكلموا على اختيار اضحيه العيد؟ نعم انا كان كما كنتمنوا عوش مبروك المغاربه وكنتمنوا ان كل واحد يلقى الاضحيه اللي تناسبه. وانا كنبغيت نطمئن المستمعين نقول لهم بان الله سبحانه وتعالى كل واحد مكتب له الرزق ديالو غير الانسان يتحرك يمشي يقلب على هذا الرزق ديالو كل واحد غادي يلقى الاضحيه ديالو. والحمد لله في المغرب عندنا يعني واحد السلالات اللي هي كبيره وكل واحد يعيد ما بغى بالاضحيه اللي بغى ونشتغلوا على الجانب النفسي لان كاين بعض الناس كيتقلقوا لا مازال ما شريت لا نهار الحد العيد الوغ ما ندخلوش في هذه الدوامه هذه يقدر يرتكب اخطاء الوغ الانسان يمشي مرتاح ويتوكل على الله والله ما غاديش يحرم حتى شي واحد من هذه النعمه هذه. وان شاء الله كنتمنوا الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. ودائما كنقول الداء والدواء في الغذاء والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج. هو اجمل ما كنخصموا به دائما لقنا معك الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه.